al coche compartido, al car sharing, al ferrocarril, al autobús urbano y a la alta velocidad. Y configurar ese sistema. إذن نترأس اليوم المنتدى الدولي ديال السرعة الفائقة لمدينة مراكش. أول مرة هذا المنتدى هذا تيتم في بلاد عربية وفي القارة الإفريقية، تجمع 1000 ديال المتدخلين من خبراء، مدراء، مسؤولين، وزراء، سفراء إلى آخره. الهدف منه هو أنه خلال 3 أيام غادي يعني يجتمعوا باش يبنيوا واحد التصور المستقبلي ديال قطاع الفائق السرعة في المغرب. المغرب كيف تعرفوا من البلدان الرائدة على القارة الإفريقية، والرائد حقا على القارة الإفريقية وفي البلدان العربية في هذا المجال. هذا المنتدى هذا عنده يعني الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة اللي تيولي أهمية كبرى لهذه المشاريع. احنا في المغرب كيف تعرفوا عندنا برنامج طموح باش نوصلوا القطاع الفائق بسرعة لمدينة مراكش ثم لمدينة أكادير وفي المستقبل أيضا ما بين الرباط ووجدة. تبقى بالطبع القضية ديال التمويل ديال المشاريع إشكالية مازال ما لقينا لها الحل، ولكن تنعملوا عليها. الدراسات متوفرة ونتمنى أن يمكن أن نطلق هذه المشاريع في المستقبل القريب إن شاء الله الرحمن الرحيم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.